طريق فتى الموسم في المنصوره تامر بجاتو، بجاتو. ويقدر المنصوره كمان يخرج نادي الزمالك بركلات الترجيح، فبالتالي مفيش وبيلعب المنصوره النهائي مع النادي مع الاهلي، يعني وصل كمان للنهائي مع فريق قادر يوصل لنهائي البطوله. بالظبط. فكل كلام عن فكره مباراه الاهلي والالمونيوم اعتقد كلام انتهى. طبعا وصلنا لمباراه الانسحاب الشهيره. وصلنا لمباراه الانسحاب، أصبح نادي الزمالك ونادي الأهلي في نفس الموقف ب 66 نقطة، ولكن يتفوق النادي الأهلي بفارق الأهداف. لا مفيش أهداف، الأهداف برضو متساويين بالظبط، كل حاجة كانت متساوية الفارق بالظبط. أنا بتكلم تفوق نادي الأهلي بفارق الأهداف اللي إحنا قلنا عوضه إزاي، عشان نروح المباراة والظروف كلها متكافئة، 66 نقطة وأهداف متساوية والمباراة بتحسم الدوري. حصل لغط على الحكم اللي هيتم تعيينه في المباراة، كابتن أدري عبد العظيم، واللي كان بيدير واحدة من أفضل مبارياته التحكيمية على الإطلاق بشهادة كل الخبراء، ومع الهدف الثاني وشهادة لعيبة الزمالك نفسهم كابتن أشرف قاسم وكابتن نبيل محمود، بس مش شهادتهم في الملعب، لأن في الملعب في تقرير الحكم كان في حاجات صعبة جدا وألفاظ صعبة نستعرضها، ولكن جه مع الهدف الثاني كابتن نبيل محمود قال لنا رواية تاريخية، إن عرفنا إن كده كده الدوري راح حبينا نضل من الليلة وننسحب. النادي الأهلي بالشكل ده حسم بطولة الدوري، بس كمان النادي الأهلي كان ليه حق تاني أو المسابقة كلها. نشوف جريدة الأهرام وقتها اتكتب إيه، عشان نقف عند الحلقة اللي فاتت واتكلمنا إزاي إن الاتحادات أحيانا بيكون لها دور لصالح نادي الزمالك. بناء الكرة يؤجل مناقشة الأزمة للسبت القادم، أزمة انسحاب نادي الزمالك، تعديل لائحة هبوط المنسحب. يا جماعة ده لائحة بتتعدل في اخر الجوله، الجوله اللي قبل الاخيره لاسباب معينه، ونيجي بعد كده وعدم تطبيقها على الزمالك. هنعدل اللائحه عشان اللائحه كانت بتقول ان بيهبط للدرجه الادنى، هنعدل اللائحه عشان الزمالك خسر البطوله فما ينفعش كمان يهبط. وبتيجي التقارير تؤكد صحه الهدف الثاني الاهلي. عايزين نستعرض بعد اذنك عماره الصوره، عشان فيها تفاصيل مهمه جدا، وهي بيتقال فيها النص المادة 73 من اللائحة، صرح اللواء الدهشوري حلب رئيس اتحاد الكرة بأنها موضع تعديل. هنا بنتكلم ان اللائحة بتتعدل ومش بتطبق او بتجمد. وعايزين كمان نقف لجملة تحت بتقول، ومن ناحية اخرى علمنا ان التقارير الخمسة المعنية بالمباراة قد اكدت صحة الهدف الثاني. هنا بقى وقع، انت بتتكلم ان مفيش اي مبرر للانسحاب، وقرار الحكم من خمس تقارير قرار صحيح، ونادي الزمالك بينسحب، وفي ماده اللي بدات بيها المسابقه بتنص على هبوط نادي الزمالك، والقرار بيجمد وبان مش هننفذه. وعلى فكره ده خبر من ضمن اخبار كتير جدا، دي اهداف المباراه. الهدف الاول كابتن احمد فيليكس، الحقيقه كابتن احمد فيليكس وكابتن حسام حسن كانوا عاملين موسم تاريخي بالظبط، ثنائيه هجوميه تاريخيه بصراحه. عايزين نجيب الهدف اللي فيه شك، الهدف الثاني اتلغت المباراه على خلفيه ان هو تسلل، قصدي انسحب يعني نادي الزمالك على خلفيه ان هو فيه تسلل. انا عايز هنا الجماهير تركز في حاجه يا فارس، بص انا عايز تركز حاجه، مفيش اي حركه ولا اي اعتراض من لعيب الزمالك. خد بالك فرحه لعيب النادي الاهلي، يعني لو اللقطه دي شفناها هتلاقي في سكون، في سكون قال فيها اتشاور لهم، في سكون من لعيب الزمالك اقرار بالهدف، لكن واللعيبه قالت ده مش قرارنا للامانه. بعد كده برضو في اخبار كتير بتاكد اللعيبه مش هم اللي قرروا الانسحاب، هو اتقال لهم. وطبعا كان نوع من حفظ ماء وجه الزمالك في الموسم ده، ازاي بعد ما انا اكون متفوق بفارق 6 نقاط لحد الجوله ال20 اشوف الدوري بينتهي النهايه الدراماتيكيه دي التاريخيه للنادي الاهلي في واحدة من أعظم امتدادات النادي الأهلي على مدار التاريخ. اللائحة كان فيه طبعا الكابتن عبد المنعم عمارة كان مسؤول طبعا، وكان له تصريح بيتكلم عن فكرة إزاي تم التعامل مع أزمة الانسحاب، وإزاي تم تعديل اللائحة، وإزاي تم فكرة إقالة اتحاد الكرة من أجل ألا يهبط نادي الزمالك، خاصة إن اللائحة كانت بتقول هبوط نادي الزمالك للدرجة الرابعة. نشوف فيديو الكابتن عبد المنعم عمارة. سمير زاهر اللي كنت تذكر كان معايا ايامها رئيس الاتحاد، وكان ماتش اتحاد الاهلي والزمالك اللي انسحب فيه فاروق جعفر وخد الفرقه ومشي، وكان مستشار محترم مصري كان وكيل النادي، فاصدروا قرار بان هم هينسحبوا من الدوري، وكانت جد بقى بزياده دلوقتي يعني. فانا انسحاب يعني نادي الزمالك ينزل درجه رابعه،
في عهدي تبقى صعبه جدا. فانا طبعا كلمت بعت حنفي ابو طالب كان زملكاوي كبير رئيس وكده ماسك رياضه عندي، قلت له روح اتكلم مع مستشار جلال ابراهيم والناس دي كلها. قال لي ما فيش فايده خلاص هحل نادي الزمالك. فكلمت الدكتور جنزوك رئيس الوزراء قلت له انا هحل نادي الزمالك، هو له اهتمامات في الزمالك انه في قرابه ونسب هناك يعني. قال لي طيب. بعد 5 دقايق كلمني قال لي طب ما تحل اتحاد الكوره. سمير كان عندي على طول، هو هاني ابو ريده وكان له حرب رئيس اتحاد الامياء. فقولي الاثنين. قلت لهم طلبين ثلاثه، تعرف علاقتي بيهم علاقه يعني فظيعه يعني. فانا كنت محضر القرار، شربت الشاي شربت مش عارف. قالوا اه طيب تعالي. كانت جهاد السكرتيره بتاعتي يا جهاد هاتي الورقه اللي جابت الورقه. قلت لهم يا جماعه انا اسف جدا، انا هاخد قرار هخرب بيتكم وهحلكم دلوقتي، اقروا القرار. هيخرب بيتهم ويحلهم، بس كان بيقولها بشكل ظريف ولطيف، لكن ده واضح جدا ان فكره كان بنخرج من الازمه ما طبقش اللي. نادي الزمالك اكيد نادي الزمالك فريق كبير وله جماهيريته وصعب قرارات زي دي تتاخد، ولكن الاصعب ان نادي الزمالك بالجماهيريه دي وبالقيمه دي يلجا لمباراه انسحاب والمباراه شغاله، فكان طبيعي جدا ينتهي الموسم زي ما قلنا فارس برمونتادا عظيمه وبفرحه كبيره جدا للاعيبي النادي الاهلي اللي تحملوا الطبيعيه. انت عارف انت لما تكون فريق كبير ودايما في وقتها الدنيا كلها عماله تقلل من قيمتك تجاه نجوم اخرين، فانت بيبقى عندك كميه ضغط محتاج تثبت وجودك فيها، وده اللي حصل في المباراه دي. وبالمناسبه الحديث عن الاله بقى الاعلاميه، مين اللي طلع وقتها جمله فريق الاحلام ومين اللي زي ما احمد بيقول كان بيحاول نفسيا يعلي نادي الزمالك؟ وعلى فكره اكيد انتوا شفتوا معانا مشوار كفاح للنادي الاهلي وهو بيعوض فيه النقاط وهو بيعوض فرق الاهداف وهو حتى في مباراه الاهلي والزمالك بيحسم اللقب، واكيد الادرينالين عندكم عالي، فكمان نشوف لاعبي الاهلي وقتها كانوا بيحتفلوا وبيستمتعوا ازاي بنشوه الفرحه. نشوف الفيديو. ابراهيم حسن نجم النادي الاهلي النهارده بنقول مبروك على الاداء وعلى النتيجه، تقول ايه للجماهير اللي جت النهارده؟ لا الناس دي النادي الاهلي هو مصر، الحمد لله ده مش محير، النادي الاهلي هو مصر يا كابتن. والنهارده النادي الاهلي ولعيبه النادي الاهلي جميل، النادي الاهلي يستاهل المكسب لان احنا لسه عندنا طول السنه، عشان كده ربنا ادانا لان احنا بنشتغل بحق بنشتغل بصح. وسامي عرابي ترمي متر فريدون، وبقول ان احنا قطعنا كده الدوري في حوالي 90%، وان شاء الله هنكملها في مباراه الاسماعيلي ان شاء الله. شو ده الاحساس كده يا سعد؟ احساس بالفخر واحساس بالعاده واحساس بقمه الارتياح وبالشكر لجمهور النادي الاهلي وجمهور مصر العريق وجمهور واللعيبه كلها الحقيقه اللي بذلت كل ما فيها النهارده، والشكل الحلو اللي احنا قدينا بيه والمباراه الطيبه والجميله. بشكر لعيبه النادي الاهلي وبشكر الجهاز الفني وبشكر الجمهور، وبتمنى ان الله سبحانه وتعالى ان احنا ناكد الفوز ده في مباراه الاسماعيلي باذن الله، ثم في مباراه المنصوره عشان يبقى موسم حلو قوي للنادي الاهلي في بطوله الدوري وبطوله كاس باذن الله. شباب نقدر نقول الدوري انتهى ولا لسه في الملعب؟ الدوري ينتهي مع صفاره الحكم باخر مباراه اللي هي مباراه الاهلي الاسماعيلي، الزمالك والقناه لائحه المسابقات بتقول ايه على انسحاب الزمالك النهارده، ان احنا بنلعب لاخر سنه باذن الله سبحانه وتعالى. رضا عبد العال، الناس بالاسباب اللي انت وصلت الفرقه لهذه المباراه. الحمد لله رب العالمين، ده كرم كبير من ربنا سبحانه وتعالى، ودي يمكن جمهور اللي الحكم فيها مش انا. حسام حسن، احنا قلنا لك ان الماتش هتعمل حاجه، قلت لنا ان شاء الله هنعمل حاجه. النهارده احساسك ايه بعد المباراه الكبيره في الشوط الثاني، خصوصا جبت هدف وفي واحده كمان جت في القائم من العالي وطلعت بره، احساسك ايه دلوقتي يا حسام؟ انا كابتن انا مش قادر اوصف طبعا احساسي النهارده، لكن اولا واخيرا بحمد ربنا على الكرم الكبير اللي هو النعمه اللي ادهالنا النهارده ان احنا كسبنا وكملنا المجهود السنه بحاجه جدا، والنادي اسمه نفس شرسه مع فرقه قويه، ف وانا عن نفسي ربنا اداني نعمه كبيره ان انا حاسس هدف نادي الزمالك الهدف الثاني، وخصوصا ان احنا كنا متسيدين الشوط الثاني ب 99% بتاعنا، والهدف الثاني اكد فوزنا، والحمد لله انا بحمد ربنا ان احنا ما كسبناش بهدف واحد، كسبنا بهدفين. بس هو قال نص مصر يعني نص جماهير مصر من النادي الاهلي، بقول ثلاث ارباع جماهير مصر، 80% او 85% من جماهير مصر، ده كوع خدته من نقاط سعيد في كره مشتركه يعني غصب عنه طبعا مش قصدي، ولكن نسيته طبعا بمجرد ان احنا في الملعب ومركزين يعني فما فكرتش فيه. موجه شكر كبير جدا لجماهير النادي الاهلي. مبروك يا رجاله، نشير صخر دفاع النادي الاهلي النهارده، نفذت المطلوب منك بالحرف الواحد.
كابتن محمد يوسف اهلاوي جميل، قال فرحنا 80% من جمهور مصر، وفعلا فرحته 80% من جمهور مصر. بس الغريب ان دي ما كانتش اخر فرحه احمد. بس مش كده وبس، قال حاجه ثانيه مهمه جدا، واخد قوة من كابتن قاسي سعيد، ومع ذلك قال اكيد ما كانش يقصد اخلاق لاعبي النادي الاهلي اللي كانوا على الارض. كابتن مجدي طلبه اللي كان بيتعرض لضغوط صعبه جدا لانتقاله من نادي الزمالك للنادي الاهلي. بعد المباراة دي لعبنا طبعا المباراة الأخيرة مع الإسماعيلي 2-2، وبعد ما حسمنا الدوري رسميا في مباراة الإسماعيلي 2-2 كان عندنا مباراة كأس مصر بعد 4 أيام مع فريق الموسم وقتها فريق نادي المنصورة. الغريب نادي المنصورة قدر يتقدم بهدف لعز الرجال، لكن النادي الأهلي قدر يسجل 3 أهداف ثلاثية، طبعا فيهم هدف شهير جدا للكابتن وليد صلاح الدين عشان النادي الاهلي زي ما حضراتكم شايفين. عماره دايما متابع معانا، ادي هدف عز الرجال، فريق قوي جدا المنصوره عز الرجال، وليد صلاح عبد اللطيف على هدف كابتن وليد صلاح الدين عشان مش هيبقى اخر ده في الموسم ده. وده طبعا احمد فيليكس، راسيه احمد فيليكس تقريبا كان كانه بيشوط برجله بصراحه. يعني احمد فيليكس جاء اول موسم كان لسه 17 سنه، على ما خد العجله اشتغلت اول مباراه في الموسم مسجل هدفين، العجله اشتغلت يعني بادئها بدري. وادي الجون الثاني، عجبني جدا بقى في جون الكابتن وليد صلاح الدين اللي هو كان التيمه تقريبا بتاعه الماستر سيم بتاع البطوله دي، وكان شهير بقى كابتن وليد صلاح الدين كان في حته تانية بصراحه. يعني هنا الكابتن محمود بكر كان بيقول وهياخد ركنيه، لا كابتن محمود بكر الركنيه دي ممكن مع اي لاعب تاني غير وليد صلاح الدين، طياره وليد صلاح الدين ما بيفكرش في ركنيات، هو بيفكر يخترق ويسجل هدف، هو يتمزج بالهدف ده. موسم كان بالفعل تاريخي، موسم كان لازم نلقي عليه الضوء، نجوم كتير في النادي الاهلي كان لازم نذكر الناس بيها ونعيش ملحمه الريمونتادا الحقيقيه على ارض الملعب، ونوضح للناس ازاي فريق الحقيقه هزم وتفوق على فريق الاحلام. نتمنى تكونوا استمتعتوا بالفقره دي، بس اوعوا تروحوا في اي حته عشان عندنا فقره تانية. نطلع فقرة